مسقط عاصمة سلطنة عمان، يميزها قصر العلم السلطاني الجميل. وعلى مسافة 160 كيلومتر يقع حصن نزوة التاريخي، أهم القلاع في السلطنة. يحيط بها سوق نزوة الشعبي، وبهما يتجسد تاريخ الإنسان العماني وحضارته. تشتهر السلطنة بتنوع تضاريسها الجغرافية، فيها العديد من الجبال العالية، يأتي في مقدمتها الجبل الأخضر حيث ترتفع قمته إلى أكثر من 3000 متر، وبها العديد من الأودية والقنوات المائية. تنمو بالقرب منها الأشجار وخصوصاً أشجار النخيل، وعلى أطراف الأودية المنخفضة توجد البيئة الصحراوية الرملية الشاسعة التي لا تنبت فيها إلا القليل من النباتات الصحراوية وبعض الأشجار المقاومة للحرارة والجفاف. تتنوع البيئة في سلطنة عمان، وأيضا تتميز بثراء طبيعي وتنوع بيولوجي كبير، مما يقدر الحديث حول البيئة في عمان هو مشروع زراعة المنجروف أشجار القرم في السلطنة. وكما هو معلوم أيضا أن سواحل السلطنة تمتد ما يقارب من 3165 كيلومتر، فيها الكثير من الأخوار وفي بعضها غابات من الأشجار القرم. تمتد الشواطئ في السلطنة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار بمساحة 3165 كيلومتر تقريبا. فيها الشواطئ الرملية الجميلة مع شواطئ صخرية بامتزاج مع مياه البحر بأطراف الجبال. وهناك العديد من الأخوار والممرات المائية التي تشتهر بكثرة أشجار القرم على أطرافها، مكونة بيئة بحرية غنية بالكائنات الحية. قامت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعادة استزراع الكثير من هذه الأخوار، والحمد لله قطعنا شوط كبير في زراعة هذه الأشجار التي لها كثير من الفوائد البيئية والمتمثلة في الحد من تآكل الشواطئ في السلطنة. وتعد محمية القرم الطبيعية واحدة من أهم المناطق المحمية في السلطنة، وهي منطقة حاضنة للعديد من صغار الحيوانات البحرية ذات القيمة الاقتصادية. يأتي في مقدمتها الأسماك، ويوجد بهذه المحمية ما يقارب من 80 نوعاً من الرخويات، كما يوجد بها حوالي 200 نوع من الطيور، نظراً لنمو أعداد كبيرة من أشجار القرم بها، حيث تحتل هذه الأشجار مساحة 74 هكتاراً من مساحة المحمية، والتي تبلغ 174 هكتاراً. وعليه اعتبرت الحكومة الرشيدة هذه المنطقة محمية وطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/75 بإعلان منطقة القرم مكانا محميا مفتوحا من الفئة ألف. وانضمت السلطنة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في عام 2012 لإدراج بعض المواقع المهمة، وخصوصا المواقع بيئات أشجار القرم في قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية البيئية، حيث تم تسجيل محمية القرم الطبيعية والتي تمتاز ببيئات أشجار القرم. يبعد هذا الخور 25 كيلومتر جنوب شرق مسقط، ويبدو كأنه خليجا شبه مغلق تحيط به تلال صخرية شديدة الانحدار، تنمو عليها بعض النباتات والشجيرات الصحراوية. مياهه ضحلة وليست عميقة، تنمو على أطرافه أشجار القرم.
حيث إنها تعتبر من الأشجار ذات القامة الطويلة القريبة من بعضها البعض. لا يزال هذا البندر محافظاً على مكوناته البيئية بشكل جيد، ويمتاز بهدوئه الكبير، ولا تسمع فيه إلا أصوات تغريدات الطيور. حتى الآن يعتبر من أفضل الأماكن للسياحة البحرية كالغوص والتنزه من خلال قوارب صغيرة. يقع خور القريات في ولاية القريات التي تبعد عن مسقط 80 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة مسقط. تتميز هذه المنطقة بكثرة الزراعة والغطاء النباتي الأخضر، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى أشجار القرم التي تنمو في الخور بشكل كثيف، وخصوصاً على أطرافه لارتباطه بمياه البحر بقنوات واسعة ومباشرة، حيث تساهم عملية المد والجزر بنقل الرمال والبذور لتتراكم وتكون أشجار القرم. تعتبر أشجار القرم أحد الموارد الطبيعية التي تعمل على خلق التوازن البيئي في الأخوار، حيث تم التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بآلية في كيفية حماية وصون هذه الأشجار في سلطنة عمان. امتداد الجذور الهوائية في هذه الأشجار يأتي من أسفل إلى أعلى، ويبدو بازغاً من التربة كالأوتاد أو العصي، والتي من خلاله تستطيع أشجار القرم التنفس وأخذ الأكسجين. أيضاً يعتبر سياجاً حامياً للتربة ومقاوماً لموجات البحر ومثبتاً للأشجار من العواصف القوية. تقع ولاية سور في الجانب الشمالي للساحل الشرقي من السلطنة، وبها يقع خور البطح في وسط الولاية وهو متصل بالبحر. تنمو على أطرافه العديد من أشجار القرم ذات الكثافة والارتفاعات المتوسطة والعالية، حيث يصل ارتفاع بعض الأشجار إلى 9 أمتار في منطقة جبل عيد. مياه الخور ضحلة جدا، خاصة في مرحلة الحد الأدنى من الجزر. وعلى الرغم من قرب هذا الخور من مدينة سور وملاصقته بها، إلا أن نسبة نمو أشجار القرم لا تزال جيدة ولم تتعرض للرعي أو الإتلاف، فهي ما زالت باقية وتحتل مساحة 50 هكتار. ومن فوائد أشجار القرم التي نسعى دائما لإيصالها، تعتبر كحاميات من الفيضانات، كمصد للفيضانات، وكذلك تستخدم، كان في الماضي يستخدم كعلاف للمواشي وفي بناء البيوت والسفن. خور فلم يقع على أطراف ولاية محوت على مقربة من جزيرة محوت، وهو خور صغير تنمو به أعداد لا بأس بها من أشجار القرم، ويشتهر بكثرة كائناته المائية الحية من قشريات وسرطانات وطيور مائية كالبلشون الصخري والفلامينغو. ومن شواطئ هذا الخور تستطيع أن تذهب إلى جزيرة محوت. تبعد جزيرة محوت عن مركز ولاية محوت بالمحافظة الوسطى 20 كيلومتراً جنوباً، وهي تقع قبالة بحر العرب. وتتمتع هذه الجزيرة الجميلة بمواردها الطبيعية الساحرة وشواطئها ورمالها الناعمة. يسكن في الجزيرة أعداد قليلة من السكان المحليين، وأغلب سكانها من الصيادين، حيث تشتهر بوفرة أسماكها وتنوعها. في الماضي اعتمد سكان الجزيرة في بناء مساكنهم وقواربهم على أغصان أشجار القرم، حيث تم استغلال الأشجار والأغصان بالشكل الأمثل، مما ساهم على بقائها واستمرارها إلى الآن.
طرف الجزيرة يقع ممر مائي على ضفافه أشجار القرم. يقودك هذا الممر إلى غابة القرم التي تعتبر المنطقة الوحيدة في السلطنة التي تنمو بها أشجار القرم بهذه الكثافة الكبيرة من الأشجار والأغصان، وتكاد تغطي أغصان الأشجار وأوراقها أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يصل ارتفاع بعض الأشجار إلى 8 أمتار تقريبا. ولا تزال هذه الغابة من الأشجار محافظ عليها وبشكل كبير من قبل السلطات. يقع خور الدهاليز في الحدود الشرقية لصلالة في محافظة ظفار. تحيط مياهه المفتوحة بعض نباتات القصب، حيث قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية باستزراع بعض شتلات أشجار القرم على أطراف الخور. وعلى الرغم من أن كمية أشجار القرم قليلة نسبيا، إلا أنها أعطت شكلا جماليا للخور وأصبحت ملجأ للعديد من الطيور المائية. يأتي في مقدمتها الفلامينغو وأبو منجل اللامع، حيث تم رصد أكثر من 100 نوع من الطيور في هذا الخور، معظمها من الطيور المائية. في محمية القرم الطبيعية بمسقط يمكن مشاهدة ثمار أشجار القرم بكل وضوح في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وهي معلقة على أغصان الأشجار وبين أوراقها بكثرة، لأن الأشجار في المنطقة محمية ومحافظ عليها، فهي تعتبر من أهم مصادر البذور في المنطقة. في أواخر شهر يوليو من كل عام يتم البدء في قطف ثمار أشجار القرم بالطريقة اليدوية التقليدية من خلال العاملين في محمية القرم الطبيعية بكل سهولة، حيث لا تحتاج عملية القطف والجمع إلى معدات وآليات زراعية شأنها شأن المحاصيل الزراعية الأخرى عند جمعها وحصادها. بعد مرور 6 ساعات من وضع الثمار في الماء يتم نزع الغشاء من عليها تلقائيا، وأيضا تتم هذه العملية بواسطة الأيدي بأن تؤخذ كل ثمرة على حدة وينزع منها الغشاء. هذه المرحلة أيضا لا تحتاج إلى أي معدات خاصة، بل كل ما تحتاجه هو الأيدي العاملة. حيث أن الوزارة حاليا تعكف على إنشاء هذا المركز ليكون مركزا للتعليم والتثقيف البيئي، كما أنه يوفر بنية أساسية لإجراء بعض الدراسات الأساسية في موضوع البيئة البحرية بشكل عام وبيئات أشجار القرم بشكل خاص. أيضا طلاب شفتوا البذرة الحين؟ هذه البذرة، شوفوا الجزء الخلفي، هذه هي الجذور لها، هذه اللي احنا راح نغرسها داخل البلاستيك التربة. اول شيء نعمل حفرة، شفت الصبع اعملوا كذا، وبعدين الجزء اللي في الجذور تكون تحت وجزء اللي فوق تكون تبين، لا تخلوا لا تغرمس كلها، لما الجزء يكون خارج عشان تاخذ الاكسجين. اوكي يلا ابدوا. بعد أن توضع البذور في الأوعية الصغيرة بأحواض المشتل، تسقى من خلال دخول مياه البحر في حال المد الأعلى من خلال فتحات خاصة لضخ مرور مياه البحر إلى داخل المشتل لتسقي البذور بشكل طبيعي، حيث تسمى هذه العملية الري بنظام المد والجزر.
في جدول سنوي لحملات استزراع أشجار القرم وللتوعية عن أشجار القرم، ومن ضمنها كذلك فعاليات بيئية، وبالأخص يوم الأراضي الرطبة الذي هو يكون يصادف في 2 فبراير. نسعى دائما لإيصال ولمشاركة المجتمع في بيئات أشجار القرم ولإيصال أهمية الأراضي الرطبة وبالأخص لأشجار القرم لأفراد المجتمع. أيضا تم إنشاء 4 مشاتل في السلطنة لهذه الأشجار. المشتل الأول والثاني في محمية القرم الطبيعية بمحافظة مسقط، المشتل الثالث في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور بخور البطح، أما المشتل الرابع في محافظة ظفار بولاية صلالة بخور القرم الكبير. هذا هو حجم شتلات أشجار القرم بعد مرور 6 أشهر من غرسها في أوعية خاصة في مشتل محمية حديقة القرم الطبيعية، وبهذا الحجم تكون صالحة للاستزراع في الأخوار. وهناك نشاهد أحد المتخصصين يقوم بفحص الشتلات والتأكد من سلامتها قبل أن يتم نقلها وتوزيعها على مواقع عدة في السلطنة لإعادة استزراعها. ويعتبر هذا المشتل أول مشتل تم إنشاؤه في السلطنة منذ عام 2000. كما قامت الوزارة بتنفيذ عدة برامج في المجال التوعية والتثقيف البيئي في خصوص الموضوع أهمية أشجار القرم، حيث شارك فيها طلاب المدارس وجمعيات المرأة العمانية، كما تم تنفيذ وتنظيم حملات لتنظيف بيئات أشجار القرم في عدة مناطق. برامجنا الميدانية هي استزراع، تنظيف، ومحاضرات تكون في الميدان لرفع لتعليمهم عن أهمية أشجار القرم وفوائدها وكيفية الحفاظ عليها. قبل عملية الاستزراع لابد من التعرف على طبيعة الخور، هل هو صالح للاستزراع أم لا، حيث يقوم المختصون في الوزارة قبل عملية الاستزراع بمسح الأخوار المراد استزراعها والتعرف على طبيعة الخور من ناحية قياس درجة ملوحة المياه وقياس درجة حرارة التربة وطبيعة الخور بشكل عام، من ثم تتم عملية الاستزراع في حالة وجود صلاحية للاستزراع، حيث تم استزراع الأخوار الموجودة في ساحل الباطنة في جنوب الشرقية وأيضا في الوسطى منطقة الوسطى وفي منطقة الجنوب اللي هي الأخوار الموجودة في محافظة الظفار. هذه شتلة أشجار القرم، شتلة صغيرة راح تزرعونها أنتوا الحين في الموقع هذا اللي موجود مثل ما تشوفونه. فالحين كل واحد منكم ينزع البلاستيك اللي ما تشوفين، هذه البلاستيك هذه كلها، هذه راح نفتحها. أوكي، راح نفتحها كذا. أوكي، بيدكم بس تنفتح وفي أخوة يساعدونكم، وتشيلون البلاستيك هذه برا وتزرعوها الرملة بس داخل مع الشتلة. عرفتوا كيف تزرعوها؟ ما تزرعوها مع البلاستيك، تزرعوه بس التربة مع الشتلة هذه. أوكي؟ أوكي، يلا روح هناك كل واحد يمسك له شتلة. لأن أنواع التربية البيئية هي نوعين، في الغير مباشر وفي مباشر، بس نحن أكثر شيء نركز على المباشر عشان يكون في اتصال، لكي يكون فيه اتصال مباشر مع المستقبل واللي هم الأطفال والمرأة العمانية. بعد أن يتم اختيار الموقع الصالح للاستزراع يتم عمل حفرة صغيرة بعمق 30 سنتيمترا وعرض 25 لوضع شتلات أشجار القرم فيها من قبل طلبة المدارس بشكل جيد والتأكد من سلامتها ونموها بشكل طبيعي. هذه التجربة الميدانية البيئية لطلبة المدارس بلا شك سوف يكون لها الأثر الكبير على جيل المستقبل في السلطنة لحماية أشجار القرم وبيئاتها واتساع رقعتها الخضراء.
يقع ثور السوادي في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وهو من الأخوار التي وقع الاختيار عليها لاستزراعها بشتلات من أشجار القرم، وذلك في عام 2001 بمعدل 17,250 شتلة كخطوة أولى للبدء بالمشروع. وها نحن اليوم في عام 2016 نجني ثمار هذا المشروع الحيوي، حيث تم استزراع ما يقارب من 90,000 شتلة بنسبة نجاح 80% من عدد الشتلات التي تم زراعتها، على الرغم من أن أرض السوادي تبدو جرداء ولا توجد بها أشجار القرم قبل عملية الاستزراع، إلا أن الشتلات نمت بشكل جيد جدا، وهذا النجاح سوف يساهم ويساعد بكل تأكيد على زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة وإعادة حيويتها البيئية والجمالية. خور الحجر يقع بنيابة رأس الحد التي تبعد 30 كيلومترا من ولاية سور، ويعد من الأخوار الملائمة لاستزراع أشجار القرم، حيث تم البدء عام 2008 كأول مرحلة، وتم استزراع ما يقارب من 60,000 شتلة، وهي موطن ملائم لمئات الطيور المهاجرة. حتى اليوم تم استزراع ما يقارب 29 خور في السلطنة بواقع 620,000 شتلة. إن تنمية أشجار القرم والأخوار والمحافظة عليها مشروع بيئي كبير سوف يؤثر نجاحه بلا شك على البيئة البحرية من مسطحات طينية وشواطئ وعلى العديد من الكائنات البحرية، وأيضا سوف يؤثر على البيئة الصحراوية مع اتساع الرقعة الخضراء لتكون مناسبة للعديد من الكائنات الحية يأتي في مقدمتها الطيور المائية والبرية، وعليه تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية في السلطنة على مواصلة تنفيذ الخطة الرئيسية لتأهيل وصون وإدارة أشجار القرم، وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية ذات الأهمية الكبرى، سواء للأنظمة البيئية المختلفة أو من الناحية الاقتصادية، حتى تظل البيئة العمانية دائماً بيئة متكاملة.